ريتال دي مش لازم تقعد هنا ولا لحظة واحدة. أنا حجزت لك عند الدكتور النهاردة. هو أنت ما سمعتش أنا قلت إيه؟ لا سمعت. بس عملت نفسي مش سامع عشان مش هيحصل. دي كانت هتموتني. وما حصلش. وأنا هستنى لما يحصل؟ ادخلي أوضتك واقفلي عليكي بابك، ما تطلعيش غير لما أرجع. ويا ريت ما تكلمهاش ولا لسانك يجي على لسانها. يعني يبقى بيتي وأفضل محبوسة عشان إيه؟ بيتها هي كمان. لازم تفهمي ده كويس. طيب انا همشي من هنا، هروح عند ري. لا لا همشي يا حسن. لو طلعت من الباب اعتبري نفسك طالق. وبعدين معاك يا بنت محرم. ايه؟ زعلان عليها؟ ولا خايف ما ترجعش تاني؟ ولا خايف على اللي بطنها يا حسن؟ انت عارفه مين اللي قتل عبد الله ريتال؟ انت عرفت؟ ايوه. مين يا حسن؟ مين؟ قولي وما تخبيش عليا. انت. انا؟ ايوه انت. الغل اللي جوه قلبك والشر اللي بيحركك هو اللي قتل عبد الله ريتال. مش عايز اسمع صوتك. ليه؟ وانا عملت ايه؟ جالك قلب تحرم مفيده من ولادها ريتال. اوعي تفكر ان انا مصدق ان اللي خدت الواد ورمته للحراميه والغجر، او ان اصدق انها تستغنى عن ولادها. ولادها اللي بست الرجلين عشان يرجع. فاكره ولا فكرك؟ عبد الله مات من سواد القلب. من ساعه اللي حصل وانا عمال افكر مين ممكن يعمل كده. بس المصيبه اني شاكك في الكل، حتى امي وامك. يعني ايه يا حسن؟ يعني ترى عبد الله خلاص راح؟ ترى عبد الله ولا ترى عبد الحكيم الكبير ولا حاج عبد الحكيم الصغير ولا طار فريده؟ سكتي ليه يا ريتال؟ يا بنت عمي، يا اللي الدم اللي بيجري في عروقنا واحد. وترى عبد الله ابويا يا حسن. اصل البدايه كانت عبد الله الكبير اللي ما كانش عايز حاجه من الدنيا غير ان الواد يبقى موصول وبس. ترى عبد الله يا حسن ابويا اللي تعب وشقي وهد الدنيا عشان ما يمدش ايده لاخوه ويقول له عايز حق. دار كريمة اللي عاشت حرمان سنين وانتوا هنا عايشين في خيرنا. دار كل ليلة عاشتها كريمة تغطي فينا وتنام هي في البرد لحد ما عظمها نشف. وانتوا هنا في الهنا والعز اللي المفروض يبقى متقسم بينا. وطار عبد الله ابني يا حسن اللي ماتوا محدش عارف مين اللي قتله لحد دلوقتي. عبد الله الكبير وعبد الله الصغير. اوعى تشوفني وحشة يا حسن.
أو جبارة وقلبي قاسي. كل ده اتعلمته منكم أهلي، اللي المفروض أترمي في حضنهم وأحس بالدفى والحنان. ايه اللي جابك هنا تاني يا بت؟ وزنتها. اصل الولية زينات بتجيب صنف عالي قوي، تجربي؟ انا اصلي قعدت كده افكر مع نفسي، قلت يا بت يا ناديه انت هتقعدي تهري وتفكري كيف تنتجمي من ريم، وهندوره في ساقيه ما هتخلصش، وفي الاخر انا وانت ملناش غير بعض. وبعدين؟ أنا مرت أخوكي، وكنت مرت مهدي الله يرحمه اللي دفناه سوا. وبعدين بقى؟ أنا هنسى اللي عملتيه وإنتي تنسي اللي أنا عملته، ونبدأ صفحة جديدة، صفحة ريم ونادية. حلو ده. يا ريم مصارين البطن بتتعارك، وبعدين يعني هي ريم عاوزة إيه؟ عاوزة يا روحي؟ عاوزة تاخد حج محرم، وعاوزة تاخد الجمل بما حمل وماله، موافقة، وما عاوزاش حاجة خالص غير بس حتة صغيرة كد كده جارك عشان ما حدش يقدر يطولني. ممكن برضو. وعاوزة حجي مش عشان حاجة، ده بس عشان النفوس تهدى وعشان أبقى مرتاحة وأنا معاكي. حاضر يا نادية. ماشي يا اختي. بطلي شرب قهوة. ايه خير؟ جايباني على ملا وشي ليه؟ قولي لي، فوزية ما جاتش عندك النهاردة؟ لا ما جاتنيش، ما شفتهاش. اه راحت فين دي؟ قالت رايحة الترب وما رجعتش. يا اختي اللي يشوفك كده يقول عليكي قلقان عليها بجد. مش انا، مروان يا اختي قلقان عليها، وكمان تلفونها ما بيردش. تقلقيش، تلاقي الواد محروس خدها يفسحها. فسحها فين الخايب ده؟ في اي حته. ما انت عارفه فوزيه، كلمه تجيبها وكلمه توديها، يقول لها كلمتين ناعمين وياكل بعقلها حلاوه. البنت دماغها خفيفه. صح والله عندك حق، ده انا لو منها كنت طخيت وخلصت منه من زمان. فوزيه تخ محروس هي كانت لاقيه. ما هو عشانك ده عبد الحكيم كان عايز يجوزها، كان يقول لك قعدة البت في البيت عفشة.